الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأبيات التي قرأها أخونا الشيخ بندر تتكلم عن مسألة من مسائل باب الجنائز، وهي زيارة القبور. ومن المعلوم إجماعاً أن الشريعة قد أمرت بزيارة القبور، وقد استحبتها ورغبت فيها، وقد وردت به بمشروعيتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وزاد أحمد والنسائي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان في ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو قال مسلمين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة ولله الحمد والمنة. وقد أجمع العلماء على أن زيارة القبور مشروعة، ولأن زيارة القبور تكسر النفس وشهواتها وتذكر الإنسان بمصيره وتبعد القلب عن غفلته، وكل هذه مقاصد معتبرة عند الشارع. ولذلك في رواية الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وفي حديث ابن ماجه عند ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجه قال: وتزهد في الدنيا. وإن الإنسان إذا لم يزر المقابر فلربما غفل قلبه في شهوات الحياة وفي ملذاتها ونسي مآله ومصيره، لكن كلما ذهب إلى المقبرة وزارها ورأى مناظر القبور وتأمل حاله، حينئذ يكون ذلك أبعد عن الغفلة، أبعد عن الغفلة، فيكون الإنسان مستعدا دائما لزيارة هذه المقبرة في يوم من الأيام. ولذلك يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، أي في الأموال والأولاد والازدياد من متاع الدنيا وشهواتها وحطامها، حتى زرتم المقابر. فقبل زيارتك للمقبرة يجب عليك أن تستعد، لأنك إذا حملت جنازة ودخلت المقبرة فإنما تدخلها دخول زائر، لأنك لن تخلد فيها، وإنما سيأتي يوم تقوم من قبرك إلى مكان حشرك ونشرك. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يجعل له نصيبا من زيارة المقابر حتى يذهب غفلة قلبه ويزجر نفسه عن الشهوات والذنوب والمعاصي.